وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل يقول: الحاج الذي يحج وهو يلبس ثوبه ولا يلبس ملابس الإحرام، فماذا عليه؟ عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل وإليه يرجع وأن يؤوب، ولئلا يتعمد المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما يلبس المحرم في الصحيح قال: ولا يلبس القمص ولا السراويلات، فدل هذا على أن هذا من محظورات الإحرام وأنه لا يجوز. أيها الكرام الفضلاء، فعليه أن يتوب وأن يخلع هذا الثوب وأن يلبس ملابس الإحرام وأن يكمل النسك، ثم عليه كفارة الأذى. قال الله عز وجل: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما يصوم ثلاثة أيام في أي زمان ومكان، وإما يطعم ستة مساكين في أي من فقراء الحرم، أو يذبح نسيكة توزع على فقراء الحرم. ولما نقول أن يصوم ثلاثة أيام في أي زمان ومكان، خلا ما كان محرما، أعني يوم عيد كعيد فطر أو عيد أضحى وأيام تشريق لغير حاج لم يجد الهادي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.